مساء الخير، اهلا بيكم حبايبي، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده زي ما انتم شايفين مكملين مع شهيد الجنه البنا. زي ما انتم شايفين البنا كانت كل صبح في الصوره ليه اللي هو مبتسم. عاوزين نوعده ان ابتسامته دي باحساسه بينا، ان احنا دايما معاه، قلبنا معاه، بكلمه حق، بدفاع عنه، بنشر القضيه بتاعته باذن الله. الفيديو ده انا مش هتكلم كتير، بس اولا احب اشكركم كل الناس اللي علقت وعلت من الفيديو. انا عمري ما طلبت من حد لايك، لكن انتوا باحساسكم بالفيديو وصلتوه لمشاهدات عاليه، بشكركم جدا من كل قلبي. في الفيديو ده باذن الله هنتكلم عن شهيد الشهامه. اولا في صور حيه للمجرم القاتل، مش هنتكلم حتى عن اسمه ولا هنجيب صوره ليه في الفيديو ده ولا في اي فيديو باذن الله. بعد كده صور حيه ليه من قلب المحكمه، هو داخل بالظبط زي المجرمين، خايف من كل الناس، كل الناس ضده. صور كمان حيه من اللي بيعملوه المنوفيه، رجاله وستات، وبشكر ستات المنوفيه اللي فعلا ستات بميت راجل، واللي عملوه في شوارع المنوفيه فيديوهات حيه اللي عملوه للبنا. كمان عندنا مفاجاه في القضيه، ان المحامي بيقول ان القاتل له توام، قد يكون ان هم يضاهوا السن ده بالسن ده عشان يطلعوا سنه صغير. تقارير من المحامين اللي حصل جوه المحكمه لحظه بلحظه. هنتفرج على الفيديو وان شاء الله هسيب لكم تعليقاتكم في الفيديو. كلنا يا جماعه عاوز اكد على حاجه، فعلوا الهاشتاج، مش عاوزين نوقف الهاشتاج ان شاء الله لغايه يوم الحكم 27/10. الهاشتاج يا جماعه يا ريت وتفعل على تويتر، لان على الفيسبوك مش بيجيب الغرض بتاعه. وباذن الله ميعادنا 27/10 الى ان يجد جديد في القضيه مع شهيد ولا شاف تربيه عمره. انا بطلب من وزاره العدل ان الواد ده ينعدم،
من قلبي بقولها تنعدم، وانت الحاكم العادل يا رب. احنا عايزين حق العيال الغلبان ده اللي مالوش